فرض الحسين عموتة المدير الفني الجديد لفريق الوداد الرياضي خوض حصتين تدريبيتين في اليوم للرفع من اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد. وتستمر تدريب فريق الوداد الرياضي بمعدل حصتين في اليوم إلى غاية يوم السبت الذي يتزامن مع موعد سفر للسعيدية للمشاركة في الدوري النتيفي إلى جانب المولودية الوجدية والنهضة البركانية والراسينغ البيضاوي. واجتمع الحسين عموتة بطاقمه المساعد بفريق الوداد الرياضي مع مصطفى الخلفي وهشام الإدريسي وأدريس واجو من أجل الاتفاق على البرنامج لإعداده في الأسبوع المقبل بسبب انشغال مدرب الفريق الأحمر بمرافقة المنتخب المحلي للنمسا للمشاركة في دوري دولي ودي إلى جانب قطر وغانا وجامايكا. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم سيواجه في 10 شتنبر 2022 فريق النهضة البركانية برسم السوبر الإفريقي والذي ينتظر إقامته بمركب محمد شيخ الأغضف بالعيون.